وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية يوم أمس الخميس، ووفقا لنتائج التحقيق بموجب البند 301 ستفرض الولايات المتحدة تعريفات على المنتجات الصينية وتحظ الشركات الصينية من الاستثمار في الشركات الأمريكية والاستحواذ عليها. قبل التوقيع على المذكرة قال ترامب لوسائل الأعلام إن قيمة التعريفات الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية قد تصل إلى نحو 60 مليار دولار أمريكي، ووفقا للمذكرة التي تم توقيعها في اليوم ذاته سيضع مكتب التمثيل التجاري الأمريكي خطة محددة لجمع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية في غضون 15 يوما. في الوقت نفسه سيقدم المكتب دعوى قضائية ضد الصين إلى منظمة التجارة العالمية بشأن القضايا ذات الصلة البن. علاوة على ذلك ستقدم وزارة الخزانة الأمريكية خطة في غضون 60 يوما لتقييد الشركات الصينية من الاستثمار في الشركات الأمريكية والاستحواذ عليها. هذا وفي وقت سابق من ذات اليوم قال مسؤول البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن قيمة المنتجات الصينية التي تشملها التعريفات تقدر بنحو 50 مليار دولار أمريكي. وكان مكتب التمثيل التجاري الأمريكي قد أعلن عن إجراء تحقيق ضد الصين في أغسطس الماضي بموجب البند 301 من قانون التجارة لعام 1974، ويسمح هذا البند للممثل التجاري الأمريكي بالتحقيق في الممارسات التجارية غير المعقولة أو غير العادلة للدول الأخرى، ويمكنه أيضا أن يوصي الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات أحادية الجانب بما فيها إلغاء الأفضليات التجارية وفرض التعريفات الانتقامية بعد الانتهاء من التحقيقات. دراسة صدرت مؤخرا عن صندوق الابتكار في تكنولوجيا المعلومات بالولايات المتحدة أفضت إلى أن فرض إدارة ترامب تعريفات بنسبة 25% على منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستوردة من الصين، من شأنها أن تكبد الاقتصاد الأمريكي خسارة بقيمة نحو 332 مليار دولار في السنوات العشر القادمة.